السلام عليكم. هلا والله، هلا هلا اخو قلبي. يا رب راسي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الله اكبر. الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى بنفسه وإلى الله المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يستوي البحر هذا عذب فرات سائر شراب وهذا من كل الأجل ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما تدعون من دونه ما عدل هذه دقيقة قال عدل والله ولا ينبئك من الغيب أيما زاد القراء ومن هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم جديد وما ذلك على الله يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شراب وهذا روح الجبال ومن كل تاكلون لحما طريا وتخرجون حلة تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغون من فضله ولعلكم تشكرون كل دنيا من النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لكم يا رجل تكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ما ذلك على الله العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة أخرى فإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ولا تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج
تأكلون لحمها طرية وتستخرجون حليتها تلبسونها وترى الفلك به وآخر يدبتكم من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا استجابوا لكم يوم القيامة سيكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد يشغل ويزيد خلقه جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى إنما والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم الحزن كل واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض والبحر والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ما ينفع أحيانا بين الغضبات الموتى والحمد لله كل يوم وكل ثم تصرف بها أحيانا السحاب المسخرة كما يرضى ذلك لكم ويقول آمين. الناس ما يتخذون دون الله الذين آمنوا الحمد لله ولو يرى الذين ظلموا عذاب النقل يقول الله جميعا وأن الله أشد به العذاب الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا فبتم نتبرأ منكم على براءهم منها ذلك يريهم الله عليهم حسرات عليهم وخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان متبع ما أنزل الله قال بل نتبع ما أرضيها يا بها أنا لا يوقنون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا فمثل الذي ألحق بما لا يسمع إلا الدعاء إلا دعاء ونداء صم بكم عمي وهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا الله فتعالوا إنما حرم عليكم أن تتقدموا نحو الجزر وما إن الله من طر ويرفع ولا أدب لا أثمان إن الله غفور رحيم. إن الذين يكفرون ما أنزل الله من الكتاب يكفرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار والله يوم القيامة رائد التمر وعذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالوعظ الذين ما أظلم على النار ذلك بأن الله نزل عن الكتاب أن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا بنا الكتاب في شقاق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأدم إلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة يهدوا الصبر والبأساء والضراء أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفا له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف ودعوا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وعليكم في القصاص حياة لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت جهر الموت من ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه إنما يسمع الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. من خاف من موسى جنافا أو أحبينهم فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودة منكم العذاب والبلاء والخلد والتقوى بالله.
أحل لكم ليلة الصيام الراس فأتوا إلى نسائكم وهن لباس لهم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتلون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ألا أنا بشر نفسكم أنتم الله حتى يزن إليكم ويتردون الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وتباشرون أنتم فإنك عبد الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتنا الناس لعلهم يهتدون ويتقون فلا تأكلوا أموالكم بالباطل ولا تدخلون بها كما يذكر لكم من أموال الناس بأسماء تتعلمون يسألونك عن الليل التي تشني أموالك من الناس والحمد لله صبر من ظهر ولكن البر من أتقى وتزيدون أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ما تدين وقتلوا ما يذكرون ويخرجون من حيث خرجوكم والفتنة أشد من قتلكم وسكنون في المساجد الحرام حتى يقتلوكم قد فكرتم من قلوبكم وقتلهم كذلك الجزاء الكافرين إن الله غفور رحيم وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويقتلوكم 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 بالله ويقتلوكم بالله فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام الحرمات وقصاص ما جلى عليكم من أجل ما جلى عليكم وتقوى الله أعلم ترحم ونفقكم المسلمين ولا تقوم بكم أيديكم لتركوا أكثر من الله ورحمة الله إلا أن أحسوا ولا استيشروا ما هدي على الكروس كنت الأخزين وحمد الله وحمد الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.
يسأل هرجي وين دحين؟ استاهله يا لا لا والله جد شوف الكلام هذا اللي صار اوكي؟ ايوه ايش هرجي الان؟ الاوريو سكر انا اجي الفجر ايش هرجي؟ ان شاء الله حبيبي الله يسلمك بينك وبينك فاهمه المهم سلم سلم يا مرحبا بالليل انت مرخصين؟ انا ما ودي ليش مرخصين؟ سبحان الله كذا ها؟ ليش؟ لا مع نفسك اطلع كذا السلام عليكم كيف حال حياكم الصحة الحمد لله الله يسعدك إن شاء الله يعني خالد السلام عليكم السلام خالد ضبط السلام عليكم كيف حالك؟ سلام كيف حالك؟ الله يحفظك الله بارك فيك خاطره زعلان فوق قله وشاهية القيمة ودلال بغداد مع الرسلاني ويا رب من ميل يتعدل ميل ما ادري انا ابدا مشاري والله شوف العيد اللي بتجيب والله ترى شخص عنده مراية لحقتنا وشي والله انا شخص شخص بهذه المرايه حقت عشان ما تعرف البرامج الاسبوع الجاي ما في برامج والله ابراهيم الاسبوع الجاي لحقتنا والله ابراهيم والله كذا ابراهيم الاسبوع الجاي والله لحقتنا يا شباب والله انا كنت بوريكم المرايه اللي بغيت تشخص عندها السلام عليكم حبيبي يه 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 ابو جاسم وش الحلا يا ابو جاسم هذا الحلا هلا بالزين جاسم انت كويتي اصلي سعدك الله وقواك ها لا 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 اصبر اصبر لا والله لا والله اصبر 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 هم شخصين كذا شخصين كذا اي والله احنا واخوالها لا 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 بغيت تقطع نسمع ايه تقطع نسمع بلا يفتح يفتح من هو؟ كيف؟ ما بسامها بغيت تقطع اذنه؟ ايه والله بقط يدينك الحين اها يعني غلط يعني غلط؟ من هو؟ يعني عيب السوالف هذه؟ ليه تسمع لا الحامد ابو حامد يمون وانت؟ يمون؟ يمون عليك شوف شلون قلبها عامل زي كذا ركبتني ركبتني ايه لفها يا ولد وش هالزين؟ هلا هلا بالزين هلا بالزين مساك الله بخير الطيب هلا بالزين ابو جاسم طيب عنده قصيده ابو جاسم يقول لك قلبها قلبها يقول يا مرحبا ترحيبي تنكلها ضيافتنا بنورك نور خيمتنا بنورك حزه الافراح بقدوم يا عساها دوم هطلع يا ابو مبارك مبارك لا 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 سعد ربك يسعد وين رباك يا شيخ مبارك 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 هلا والله في رصيد خافي مسحوب على 100 يقولون عامل 100 زين 100
ها انا ما برضى حتى يجيبوا كاتب انا ما برضى حتى يجيبوا كاتب يقول يا مرحبا كلها ترحيب مرحبا كلها ترحيب يقول نور اتكلم كان اقول لك شيء تقدر تقول فيها في حق ترى حكمني عليها حكمني عليها مكسوره من مكسوره يا مرحبا ترحيبة كلها تراب في تراب تراب في وجه اصبر في وجه لا في وجهك يا البعيد اللي ما تحب معاد 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 يعني مكسور انت قاعد تقول بيت شعير ولا تسولف انت يا مرحبا ترحيبة كلها تراب في وجه لا من لا يحبك ولا يغليك كلها تراب في تراب كلها تراب في تراب في وجه من لا يحبك ولا يغليك والله خبصتوها قريات يقول يا مرحبا ترحيبة كلها تراب ترى اسبوع جاي في برايد اسبوع جاي اسبوع جاي في برايد هذا زين راجح اشتقت من النجمه من كذا من كذا يا عيال النداء الاخير النداء الاخير النداء الاخير النداء الاخير رحله القريات رحله 943 متوجه الى البوابه واحد طيب خلاص اوكي كذا رحله 743 ومعي تدري اسبوع جاي في ابراهيم تاخذ راينا لا والله ايه اسبوع الجاي لا ما اسمع سوى اسبوع الجاي سوى ابراهيم عشانك عشانك ايه الحمد لله رجاء بشخص على الكام متجه باذن الله من الرياض بشخص الكام سؤال سؤال المنتج لا والله انا اشوف انك كذا اوكي صدق كذا ب 50 ريال يا زين يا الريحاني حول خيامي عاش عليك العشاء اليوم زبد الاول ترى خبصتها يقول لي مرحبا ترحيب دي كلها تراب في وجه من عداك ولا انت محشوم البس شو انا حر شنو تراب انا اقول يا مرحبا في وجه من عداك مرحبا ترحيب من وجهك مثل البحر مثل البحر هذا على اساس انها جيده يعني اساس انك بدات الموضوع مثل البحر ايوه ايوه خليها كذا خليها البحر والموج ايوه مثل طلتك ايش اسمه بهيه دقيقه بهيه اي دوله رحت لها في اي دوله رحت على البحر اللي تكلم عنه لها سالفه يعني ها قصه قصيره يا عيال يقول نورت خيمتنا بنورك زادت الافراح بقدومك يا عساها دوم هالطله جيت وجانا الخير كله كله ومثلكم للراس دله دله يا عساها خضراء دروبك كله دله اسلم دله كيف يعني كيف يعني كيف انت الحين انت اللي كاتب ذي ولا لا جبتها معي من النت جيت من القريات كويس انك ما تسوي فيها يعني اسوي فيها ايش؟ تسوي فيها اني رايي شعر ورايي لا ماني رايي شعر هذه مكتوبه حصلتها بنا كاتب ريال اصلا حصلتها بنا فلذلك اسمع شو مبارك اسمع انا بالقريات قبل ما نورت خيمتنا بنور هذه استبدل النظاره فيها الحين والله سعود غربي كتب ايش هذه حزات؟ وزادت ها يقول نورت خيمتنا بنور زادت دقيقه يبي 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 وزادت الافراح قلت لك ممنوعه هذه ممنوعه بسرعه الشكل ممنوعه هذه دله مدله شكل مو انت كتب راح فيها سقوط يقول وجهك يقول وجهك مثل الدله راسك مثل راس صدق ترى هذه سرقه حقوق يا مخلد يا مخلد مخلد جاك العلم هذه يا تغيره ولا سجل واحد لايك ابو مبارك لايك ابو مبارك انت راعيه ما تشوفها مكسوره يا راعي هلا نبي تميس شوي كورنر حلو ها فهمتها ترى حلو ترى والله حلو اه السماجة اه السماجة بس فهمت انت سماجة دولية ذي أبغى انك خذيت مني شوي هذه نعناع ولا خذ راحتك صدق انا اخذ ايش هذه في كامور يا حبيبنا وش هذا النعناع؟ لا انت نزيدك نزيدك نزيد عشان يدخل جسمك مو ذرة كم اذر ابو علي؟ والله طيب والله اشتهيت كم اذر ابو علي؟ قرع اذرة ضحك انت صد؟ لا بس بس والله يوم مسج ابي عصير اشتريته من فضل 10 ريال هي اسلم ما هي زي تخرب لا ما خرب بالعكس والله صدق حبه ليمون تفتحها سلام النعناع حبيب علي الله يسعدكم الناس اذواق الان شوف الان العالم لو تنزلوا شوي يعني يكون حجم تحت افضل عرفت شلون؟ ايه بحيث انك اذا نزلت شوف اذا نزلته اذا نزلته هنا بحيث كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تكون واضحه عرفت شلون؟ بس التمر ما في شيء ما في شيء ها؟ ما في شيء ها؟ بالله فاضي اوه تهديال بالبالي ما هو بتمر اقول تهدي قلب المهم بعد تمر
يستاهل ابو جاسم يستاهل والله هو ما يقصر هو ما يقصر لا ما في قهوه والله انا دق انا جوع دق سجل حط الكايس دقت اجرس قلبي دقت اجرس قلبي يوم حان الوداع يوم حان الوداع ودع القلب غالي ودع القلب غالي يوم حان الوداع دقت اجرس قلبي دقت اجرس قلبي يوم حان الوداع يوم حان الوداع ودع القلب غالي ودع القلب غالي ودع القلب غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي اوف 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 يا ابو جاسم يا اللي تالي يا الليل والنيت ثلاث عويات طويلات وصلوب انا بنشدك لا من تالي الليل والنيت يا ركن القصيم يلي داخل القلب ساكن انا افداك يا ركن القصيم انا اشهد انك حلا يبيع الحلا بالله مساها صح مجاني بالله مساها صح مجاني والله سبحان الله نسمع يا رب قلبك مجاني ركن القصيم انا ابدا بمن صح مجاني القصيم اسمع غني لك انا تعال صح مجاني لا لا ابدا بعطيك 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 والله ضمن صح مجاني عطنا قهوه مع عشسان ايش معنى كذا عرفت اخذت علاجك ولا لسه يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها ايش بقطع تون ها تون طلعت تاي تون ارحب لي الف وين تروح تاخذ النكوة كواي لا تحوسون تكفي شيلها 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 يا الله تغفر لي ولا تبلاني تجعل لي ابيض يا الله انكت عيناه بقيادة اللي يا الله انكت عيناه ترى لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا طبعا غير عين العاني هنا ونحطها كبير الشاني شعار وشيوخ الكبار يا مرحبا الليل فون الليلة القلم أي كلام يا مرحبا الليل فون الليلة
يا مرحبا بالقاصي وبداني تجهز اول امري ما بحيله تباشر وترى الوعد قد حاني مرحبا باللي يلفون الليله ليله الليله افتتاح الخيمه ما تبدل الخيمه اذا ما احد بشيله صدقني راح اوديك مكان فوق نقعد ليش؟ ليش الجفا يا مرحبا باللي يلفون الليله يا مرحبا بالقاصي وبداني صح؟ ايه تجهزوا والامر ما بحيله تجهزوا وتباشروا ترى الوعد قد حاني الحين 8:30 تقريبا ها 8:30 7:30 لا 7:30 استغربت لاني عارف باقي وقت طويل يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبداني تجهز اول امري ما بحيله تباشر وثار الوعد قد حاني لا واضح صدقني الليله الليله افتتاح الخيمه خيمه تبث الخيل لا لو قاني الخيمه ناصر الغامدي موجود في المسرح موجود في الخيمه فبيمسك الخيمه فهي بحلوه ان احنا نقوم بدوره صح؟ قلت انا فكرت انهم بيجون اثنين هم مع بعض فهمت؟ احنا بنكون قدامهم هذه الفقره اللي اتفقنا عليها انا وياك دن 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 ليله الليله افتتاح الخيمه تبث الخير مخلد في لك ثوب هناك من طول شيء في مكان صغير يا قلم في قلم تبي شيء بسيط ولا تكتب؟ من طول كذا لا يا اخي انا افكر اني انطل الثوب هذا بصراحه لان تلبسه يعني لا زعلني والله يا هذا ما في عقل. على الهواء قبل شوي ايش يقول يقول اذا واحد غرق ينسدح خذالي يقول في الطريق الاولى خلها، الطريق الثاني
هلا حبيبي ظافر. سلام. ساعدك شيء ابو عبد الله؟ ها؟ بعد قلبي تسلم. نادعي يا نادم. السلام عليكم. ايش حالك؟ طيب شلومك؟ كلم هذا الاعداد ولا لا؟ كلم. ها؟ ها؟ من ربكم؟ من هو الشمري؟ الله طن هذه من زمان ما سمعت. المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. اوكي دعوه طيبه. اوكي صح التميس فلوس. دعوه طيبه. اوكي دعوه طيبه ندعي لك بدار الغيب ان شاء الله. لكن تميس وفلوس قاعد تلزق انت؟ بس تلزق بمين؟ تلزق فيني عشان بشتري تميس؟ تخيل تلزق فيك. انا رجعت عرف ان الوضع مزري. تخيل تلزق فيك. بالله تخيل شو انت قاعد تتمصر على الحين. ما تتمصر شايفني قاعد اطلب تميس 200 ريال صح ولا لا؟ اقول لك ادعي لي بس. اوكي ادعي لك مو اوكي. ايش فيك انت راح بالك عند الاكل كذا والفلوس؟ غلط انا لازم يكون عندك تفكير غير فلوس. والله ما عندك. انا شوف الحين فكري ببطني. عقلي الان عقلي الباطني وعقلي الخارجي كله ببطني. انت جعان وكذا. اصبر ابوي انا ما اقدر اتفرج. جيب لنا شاي انت. يا حبيبنا في ورق. انت داخل شو اسمه المغرب. انا واضح اني صار بخير. واضح انك انت واضح انك تعبت. بالنور والاسلام والحق المبين. صلى الله يوسع لنا في الدنيا والاخره. صلى الله يوسع لنا في الدنيا والاخره. ماذا انشبك هنا يا خير خلق الله؟ انت ايش؟ انا وانت يدفنوننا في نفس القبر؟ يا مرحبا مع بعض نعيش مع بعض نحيا ونمتع مع بعض. جيبه من كيسه ابي انساها. مرحبا. بالله صدق قاعد تهزم انت؟ لا قل امين. الله يسلمك. من يستنى بالدين من بين الامم لما هداك الله خير رساله فيها قطعت الحق من نور الله. شنو هذا؟ برد؟ مو برد. جميل جو. ابو خويلي. خلاص ابو علي. لا انت ما تمرض. لا لا ان شاء الله. انتبه. يا ما ان شاء الله. ايوه يا جماعه حب اعرفكم على الشيخ محمد حمدي. شيخ ثاني. محمد حمدي ايش؟ المكي. شيخ قبائل آل مكي. يا هلا يا هلا والله نورتنا يا سعاده الشيخ. وقدومك عندنا زاد الحزه مهرقه. وانت اليوم هنا ومنا وفينا. يا سلام. والله احلى شو اسمه محمد. رقد بمدحنا. اصبر اصبر رقد بمدحني يا ربي. والله منور اهم شيء كيف بس؟ لا تحسب اني لا اكسبها يا ابوي. اي اي والله عرفت فارس بالجبنه الاصفر ذاك بالجبنه. يا ابن حلال اللي عندك خلاص اتكلم. السوب السوب يا فارس السوب يا فارس. لا لا ما نبي نسال. طيب امسك يا شباب. ما خليت بكم يا فارس؟ مليان. اعطنا قصيده. اعطنا قصيده. انت كثر اول بيت قصيده. قصيده اولها قصيده هذه حلو والله اولها. بس انا مكسر الباقي. لا تعطيني تبي تسوي برودكاست. بس دقيقه. نورتنا نورت خيمتنا بنورك. نورت خيمتنا بنورك. لو سمحتوا عندي مداخله. الو السلام عليكم. انت اكسس واحد كب كب تدين في ابراهيم الاسبوع الجاي. انت اسبوع الماضي خلاص ابراهيم اللي سوى عشانك حي حيتذب. ايه ايش تبي؟ احمد احمد النعم ابريان يا اخوي مكسر ما مكسور. ابو ريان
ابو ريا من الرياض لا ابا اها ولا من الرياض لا ها انت قول انت عيوني قالوا قدم على زد رصيدك قدم على شاف هذه تنطق علي يا سلام شوف كيف هذه الشيم هذه الشيم شيم الكبار هذه الشيم الكبار لكن انا اضف بند قلت خالد من الاشخاص المسموح لهم اي شيء اجل من استبع هذا انا ما حد يوقف معك طق 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 ايش رايك بالله خالد هذا ينزح معك ويحبك ويغليك هنا خالد خالد حاط طب عشان اقول خالد انت ابو جاسم خالد عقالي براو بلاش الحين الحين يمتحك بعد 10 دقائق شايف 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 بالله يا مرحبا باجر اللي ما تعرف فيه اجر لما تعب حسنه لما تعب فيها ما تعب فيها حسنه هذه شو راحت يا شباب تعبوني زي ما تبغون انتم تخدمون تقدمون لي خدمه خدمه عظيمه تخدمني خدمه انت اسكت والله ما تقدرون الموقف قايل لك انا كم لك تقول ايش قلت ابراهيم خالد يا رجال كتب لي نص بيت ازعجنا يا اخي احد يمن علي يسكت الاصرار يجيب كل لا انا ما سكتك انا بقول لك يا استاذ العزيز سنك عاقل مخلد بن مبارك الشراري نعم يا لب قلبك عليك عيون كني من ذاك شو اسمه عرفت ذاك اللي يسوي قصيده لا ما كذب صدق يا حبايب قلبي ذاك هذا صدق يعرف يعرف الزين ويعرف شلون وين يحط الابيات الشعريه يعرف الابيات الشعريه وين محلها لا تكذب الرجال لا تقول كذب كبر يا اخي ليش تمسك معاكم فجاه كذا مرجله فجاه شايف كل شيء بس اسماغ والعقال ترى اي اسماغ شخصين ايوه ايوه كذا عبد المجيد والله انا عايش دور انت ابغى غير اسمك عبد المجيد ابغى غير اسمك عبد المجيد وانت عايش دور كذا يصلح لك عبد المجيد شو اسمه ترى مو ترى اذا تشخص عادي تقول كذا لا 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 هذا قول طالع هناك مره مو قلم هناك خذ زي الناس بس بدون جبن يلا هذه ترى معلومات ها تبي نص زي اذا شفت من القلم مو منك ما يطيحني هنا لا يا رجال انت خلني اوريك خلني اوريك لا عاد اشوف وجهك انت خلاص هذه هديه مني ولا اشوف وجهك ولا تطيح انت يلا مسكين الله يجزاك خير توكل على الله يا ابوي تبيها ولا هذه عطياتك يا ابن يا ابن الجميلي اوكي من الاجواء اوكي رجعها خلاص تعال يا مخلد يا ابوي قول بطل جبن هاتها تعال تعال اعطيك كلبي لان اهدي قلبي مو خبز ناقص تفضل يا معادي بدون جبن تبي بدون جبن تعال تبي اكبر مو كسر ناقص سامي معادي والله بسكوت والله المخ اي والله يا اهل البلد اي قلبي مو بعد خبز اي والله يا اهل البلد نعم نعم على فكرة على فكرة قلبي هذا قلبي ترى ركز معي الخبز تميز تطلع من جيبك والله اعطيك بالله والله حسب مجاني صراحة البسكوت لا ايش كان صار دينك عبد الواحد تفضل يا شباب الله يعطيك العافية عبد الواحد انت 100 انت نفر بالقريه احسن واحد بالقريه عبد الواحد قلبي بعدين نقمرها خلها في النار واجد شوي عبد الواحد قل امين الله يزوجك واحده افغانيه انا بدر انت افغاني ولا واحد اسمه مصلي رسمي الحركات سامي افغاني شو مشكله عشان انت شو اسمه الانساب انا سامي واجد سامي بدر اي تغف ما اظن صادق ايوه والله جيت مصلي ساعة ريال ويجينا الحمد لله تعال تعال زايدة دي عرفت السبب شيء قل أمين أسأل الله أن يفتح وجهك يسر ابن أمرك عشان تطيعني ابغى 10 ريال مخمل اسمع قلبي لو تطيعني تدف لي واحدة مجانا ثانية ما خلها شيء يا رجال تعوذ من الشيطان ما حد درى يا رجال انت عجيب خلي هنا انت الرجال هذا قرر تغير اسمه انت خلاص شيل يعني المجيد اسمع يا ركبه يا اسمع مجان ثاني والله لا لا ادعي لك في التلفزيون المجيد ارفع يدي يقول يا الله عبد المجيد لا وفق احمد ايش اسمه عبد الواحد تكفى لا 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 تذلني يا عبد الواحد تبي تعطيني ببلاش ولا لا راس ماله خبز يا عبد الواحد تعطيني ببلاش ولا لا خلاص عبد الواحد تذلني تعطيني ببلاش ولا بندفع بفلوسنا خلاص يلا واحد ثاني ما غسل عبد الواحد فكني من شغله خلاص لا لا عبد الواحد عجيل عجيل خلي هنا انا اعرف ان الباكستانيين عجيل خلي جوا عبد الواحد مشكله بعدين لا ما في مشكله ان شاء الله ما في مشكله ليش انت فايده ودي بعدين تجي مره ثانيه خلي هنا عبد الواحد
ما خلت ترى ما عقل اليوم ندلعك انا كويس انا عبد الواحد كله كويس ما في ولا واحد صح بيض الوجه عبد الواحد عندك فكره انا ولدك يا ابو سم جيب الدفتر الله يعينك عندك يا سم لو سمحت تلقى المفارس ما شاء الله عليك عيني عيني سمع كني طيح منك موجود الله يصلح هات هات شنو ابي انا فوق منه شوي هات 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 الدفتر حبيبي ها سم سم تفضل ابوي صحبه اذا عرفت تكلم فعلاً جبتها صح اسمع القصيد انت غلطان هيثم انت قول مقصود اسمعنا اسمع من هو تقول يا مرحبا اسمع كلنا ننزل البادي يقول البادي يقول يا ليت يرقب طول رقبته البعير اي والله عشان يمديه يرجع كلمه او النعامه ما ادري نعامه او بعير بس حاجه رقبته طويله يعني لا البعير مو بعير ما ادري انسان ذكر ولا مرحبا لا ايش المتسابق فارس القحطاني السعوديه بايدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع المتسابق عبد الرحمن الخضيري السعودية زد رصيدك زد رصيدك الحياة بلا تفاني المتسابق محمد المكي مصر زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك المتسابق محمد الوهيبي سلطنة عمان واجعل الإقدام غاية نبتسم لك في النهاية المتسابق محمد العبد الله السعودية انطلق ويدي بإيدك فرصتك خلها تفيدك المتسابق هيثم الملحاني اليمن زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك الحياة بلا المتسابق سعود فهد السعودية واحسب الوقت بثواني زد رصيدك زد رصيدك المتسابق خالد حامد السعودية واجعل الإقدام غاية نبتسم لك المتسابق عبد الكريم الحربي السعودية زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي بإيدك المتسابق ظافر الشهراني السعودية رب يزيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك المتسابق سعود غربي السعودية القصيدة بلا معاني واحسب الوقت بثواني المتسابق معاذ الجماز السعودية زد رصيدك خلي لك في الجد راية واجعل الإقدام غاية المتسابق بدر القحطاني السعودية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق المتسابق تركي محمد السعودية بالتواضع رب يزيدك زد رصيدك زد رصيدك المتسابق عبد الله الجميري السعودية حياتي بلا تفاني كالقصيدة بلا معاني واحسب المتسابق محمد الشمري الكويت زد رصيدك زد رصيدك خلي لك في الجد راية المتسابق زياد الشهري السعودية ابتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك المتسابق مخلد مبارك السعودية ايدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع رب يزيدك المتسابق راجح الحارثي السعودية زد رصيدك الحياة بلا تفاني كالقصيدة المتسابق سلمان الباهلي السعودية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك عبد الله الجميري ما ادري جميري انا حطيت صح نفترض ان سواء انا ولا منى انا صوت صح تفضل دوب بس ما تعترف اصلا ريلاكس ايش سويت انا هناك اصابي ما حركتها استب صح ولا لا اسمع اسمع ولا طلعت بعدين سوالف مش حلوه وش زينه يا ولادي يا نعم ترى انا صار يقول لك الشاعر شاكن فيني مصطفى الشاعر اه يا دنيا اه يا دنيا ذكرى حبيبي ومن شاكن فيني مصطفى صح انك شاعر يا مصطفى اللواء بين الدخول فحومني كويس اللي انت قلنا انك كويس
انشاعر لا مستشعر مستشعر ما شاء الله هذا الشيخ بدر الله يسلمك ما في كم شيخ كم شيخ انا قلت ها كم شيخ شيخ العسل وشيخ المندي وشيخ البرست وانت شيخ الشيوخ ما في شيخ برست الله ربنا ربك انت ما في شيخ برست طقيتك الشين ترى ما في شيخ برست ها ما في شيخ والله ان شاء الله جلست فعلا عند القيم ما عندك شيخ برست هذا المفروض تسموه شيخ التنس هذا شيخ ريموت ايش بك كذي عود عود ما عليك الشيخ الالي الشيخ الالي رجل الالي ها خالي طافر عرفت عرفت لما تنام ذبانه دوخت واصل واصل بس في صرف 5 ريال هذه حطها تكايه للقصيد والله ان الحال والله طلعنا كنا طلاب عندنا اختبار بعد شوي عرفت من تجيك ذبانه يلا سمع عبد الكريم سمع عبد الكريم سمع قصيدك سمع القصيده اللي عندك يلا سمع مشاركتك علي يقول يا مرحبا اول منها يا الله يا ترى بحضور في زمان المساء تعالي هذا عشان فيها جيب في هديه جيب اللي صار الليله يا مرحبا بالقاصي وبالدانج طنق 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 هذا رزقه طيب اسمع يا مرحبا اول منها لا عندي مشكله يلا هات هات مانو تبين تعال ابو جاسم حتى رحيب وجيب عليك والله تعال والله هذا اجتهاد شخصي انا لاني شاعر ولا شيء بس اجتهدت واشتغلت على نفسي الخمس دقائق اشتغلت على نفسي طنق 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 انت تتكلم على اساس انك شاعر تقيمني يعني ما يقيمني الا الشاعر معليش ايه اللي قاعد يكتب ذكريات على ريالات القريه ترى ما حن في الابتدائي وين؟ بالغ يقول انه بالغ اللي قاعد يكتب بالعكس والله حلو شفته مكتوب عليه كيمو انا قاعد اكتب يؤديها ابو غربي زين نبغى نردد البيت الاول ونبي نبي تعال 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 عماني سكند وثير بعدين بشيلها احنا معاه زين حاولوا يجيبون سكند وثير الشغلات دي يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يلا بروفا جماليتها ترى بانه اصواتنا كلنا بور انا وياه انا وياه بس يلا يلا, يلا. يا مرحبا يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا هي القيه بس بعد الجلسه بيشدها تجهز اول امر ما بحيله تواشر ترى الوعد قد حاني الليله هالليله افتتاح الخيمه خيمه تبث الخير الى الاوطاني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا شوف المجانين شغلت لك فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني بقيادة اللي يا لا 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 تحرق يسعينا لا لا شوف المجانين ايش قاعد يسوون طيب اوكي خلينا نتفق على فكره يا شباب ترى قاعد نضحكوا اوكي شوف شوف خلينا نتفق ايش رايك؟ ايش رايك؟ مدح يعني واحد اثنين انا ولا ثلاثة أربعة لا قطع قطع كل الشباب انتظر واحد اثنين ثلاثة أربعة يرد راجح خمسة شيء قطع بس أنا أقول لك حلو يردون خلصنا منهم يردون بصوت العادي الباقيين
يا مرحبا بالليل خوان وهذول هرموني والله العظيم يا ولد انت مو اجلس 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 بالله اي صحيح هرموني بالله بالله يلا اجلس معاهم ابو حميد او خلوكم بس هنا بالجهه ذي نبغى الرواديد هنا لا 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 الرواديد هناك هناك الرواديد هناك الرواديد اسمعوا الرواديد الرواديد تعال لا لا هنا هنا بجنب راجح بس بجنب راجح ابغى الصوت يجي من مكان واحد بس عيال 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 جبنا لعنه يا ليل يا ليل يا ليل يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي ضيعهم التميس ضيعهم يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا شباب انا على ذكره سعود بيقول قصيده انا كان انا عندي قصيده جاهزه كنت بقولها مع ليلى بس حسيت انه ما ينفع على ما قالوه كثر السالفه ولا لغيت بعد ذاك خليها ضيف ثاني مخلد الغى قصيده كبيره صراحه والله ما انساها صراحه يا رجال نثر ما يبقى قصيده انا طالب قصيدك مخلد الله يساعد امزح زي بعض صح ها يا مرحبا بالليل الفون الليله يا مرحبا بالقاصي الداني والله صراحه في شعار طلع الليله يا مرحبا زي عبد الكريم يا مرحبا ها مو بعد كل بيت انتبه لا 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 بيتين وسلمهم كرات طيب بعد بيتين وكرات اقول جهزوا والليله الليله وسلمهم كرات ما خلص يرجعوا لي وبيتين وسلموا انا لا انا اقول ودي ها اوكي اوكي كذا حلو كذا حلو حلو السيد الزين وش وش يقولون هذا الله يسلمك يلا اوه تسليم وين تعال مرحبا بالليل مرحبا بالقاصي والداني اصككم بيتين في الاوطاني ترجعون لذا بعدين لا 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 نقول بيتين بدل ما بدو نرجع لهم وراها انا وياك نقول يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا محمد محمد لا تزودها ايوه ما تزود طويله لان هم بيسمعونها كثير انا اقول مره واحده ايوه ايوه الشيء ده نعاطر ايوه يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني لازم يكتب اللحن ولا امر ما اللحن لازم يكتب عيده طيب شاطر لا ما يبغى قصيده تلغى ربع كلها تلغى بيتين بعدين سلمهم بيتين سلمهم قلت فكره حلوه جوا قلت يا مرحبا باللي لفون الليلة يا مرحبا بالقاصي والداني قلت الأبيات الباقي لا تحرقها لا تحرقها من عتش إنه إحنا لا هذا يردون هم اثنين أنا وأنت ما نرد اثنين هو قال هو بيقول هدت هو قال هدت خلاص كيف هدت هو قالها بيلقيها القاع إذا قال القاع خلاص انتهى الموضوع عشان كذا خليها بيتين يقولون الكرات وأنت تكمل بيتين هم بيتين لا لا إحنا بنحفظهم دي بس لا هم بيت واحد بيت واحد تحفظهم ذي عم تسوي يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقاصي وبالداني يعدون يا مرحبا بالقاصي وبالداني مو بيت كامل أوه كفك والله يمكن تزبط فلم يفهم هذا تختيمة بيت كذا يا مرحبا يعني هم الشباب يقولون يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالقاصي وبالداني سلمون حلو خذ حلو والله جدا رايق بس يزبطونه ولا لا أنا صعب أنا أسهل من ذي والله أنا سهل عادي حتى لو رددوها تسليم هذا تسليم حتى لو رددوها بيتين حلوة أجواء الكرات ترى حلوة بس ما نبغى لا لا بنسردها شوف شوف صول واحد علم علم بعد عنهم خلهم يجيبون خلهم يجيبون زي شوف يلا شباب 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 لا في عودة سامي تميس قاعد مسوي جو يا مصطفى يلا
يا مرحبا بالليل فون الليلة، يا مرحبا بالقاصي وبداني تجهزوا والأمر ما بحيلة، وتباشروا ترى الوعد قد هاني. يا مرحبا بالليل فون الليلة، يا مرحبا بالقاصي وبداني، يا مرحبا بالقاصي. هنا هنا طلع يا عيال عيال، نبغى كذا هذا بطل بطل المخ. شباب شباب، وين واحد هو بيت معنا نفس الصوت، تميس معنا نفس الصوت. سعود انا عارف سعود انت لا عادي يا شباب، هو بيت واحد عشان ما يتكرر مرتين نخليه ترديده. يعني يقترح انه يكون كذا، يا مرحبا بالليل فون الليله، يا مرحبا بالقاصي وبداني، يا مرحبا بالقاصي وبداني. يدخل والله. طيب دقيقة يا شباب عشان ما يصير في خبص، الحين ذولا ثلاث. اوه ذا منشد، لا ذا ما ذا مع منشدين، مع المنشدين بس لازم نكون جنب بعض، لازم نكون جنب بعض. انا ما اعرف رجل المخرج صح؟ اها ايش صار؟ ولا علي متخلفات. حلو الظاهر التنس التنس التنس. ايش فيه ايش فيه؟ ايش فيكم؟ ايوه ايوه صح صح. هلا حاشا يا عيال 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 عيال، وين وش السالفه؟ ايش فيه ايش فيه؟ والله يا ولد ذكر الله ذكر الله. وين وين وديهم وين وديهم؟ سلامات. مكانكم مكانكم بسرعه بسرعه بسرعه، شيل العيال روح مكانكم. انت ايش بلاك؟ لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ولد خرج رجال، روح روح روح، عود عود يا ولد. ايش ما في زي في وين؟ ايش قومك يا محمد؟ ايش قومك؟ ما ادري سوي رياضه الصبح، بكره سوي رياضه الصبح. ايش قومك؟ خلاص يا رجال وضح المستشفى. كمية خفيفين هنا، روح روح. ما في زي ما في زي. ايش قومك؟ رياضة فيها يا عيال تحركوا خمام. الله أكبر، الحركة فيها بركة. العلم قصدك وين وين هي تنزل؟ محمد الليبي نضبط الهارمونيات. نفس المكان يا مرحبا بالليل فون الليلة، يا مرحبا بالقاصي وبداني، يا مرحبا بالليل فون الليلة، يا مرحبا بالقاصي وبداني. اركض 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 اركض. اوكي كذا كذا حلو، الطبقة ذي حلوة. في طبقة اعلى فارس. لا كذا كويس. يا مرحبا بالليل. لا 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 يخليك، لا لا يسعدك. اجمع اجمع اجمع. أبغى أشخص لك عادي؟ أشخص لي يا رجل، خذ راحتك. يا شباب يا شباب يا شباب، فالحقيقة الحقيقة الغايبة. أنا وحك فكتو. زياد زياد مخلد مخلد، عطني لفة. كيف الشخصية؟ هذه تسريحة تسريحة. أقول أقسم بالله فاكر فاكر حق الأجواء. إيه 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 سكران سكران. هيثم هيثم هنا أرمو على أنك منشد هنا هناك. حطوني منشد. لا لا ما تقول شوف هنا، ما تقول شوف. ايه انتبه. ايش شو عيد البيت مرتي؟ ها زي الغزلان لليوم. ايش انا وانت ولا هم؟ لا لهم. اي انا افضل اشوف. شباب انا افضل ان احنا نعيد البيت مرتين. يا مرحبا عشان يكون في اكتمال في اللحن، عشان الشباب ما يتلخبطون في الهارمونيات، صح ولا لا؟ بداني يا مرحبا بالليل فون الليلة، عشان الهارمونيات. يا مرحبا بالقاصي وبداني. صح خلاص، صح ولا لا؟ عشان الهارموني. شو اسمهم؟ عشان الهارمونيات. ها هارمونيات بس، هرمونات الصوديوم. ابو غربي صوت اللي صوت الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بس هذه مرحبا متى ذي؟ اوكي حلو حلو. شلون ليش؟ يا مرحبا بالقاصي. احنا عندنا بروفات ولا تشكر تو جاهز. وش نسوي بروفات؟ احنا قاعد نسوي بروفات. اي عارف انا بس هذه بس. اوكي اوكي بعد اوكي استاذ سلمان. شوف المجاهد شوف الهابي. دقيقة 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 دقيقة. بالقاصي وبداني. يلا طال. يا مرحبا بالليل فون الليلة، يا مرحبا بالقاصي وبداني، يا مرحبا بالليل فون الليلة. منكم مجانين. كراء انت كراء كراء. بس وقف هنا بس وقف هنا عشان نعرف تركيب الصوت وين عاد مكانك. انتم القراء باللحن.
لحن بستة بسبعة كرات حلو عشان رسمة الدور خلاص عشان هذول شلون هرمون يلا الله يعبد الله قرار 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 يلا 3 2 1 يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني تجهز اول امر ما بحيلان تباشر ترى الوعد قد حاني تجهز اول امر ما بحيلان تباشر ترى الوعد قد حاني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقاصي وبالداني طيب نسوي تجربة واحدة بس تست نرفع الصوت مو نرفع الطبقة نرفع الصوت حتى انتم ارفعوا يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليلة يا مرحبا بالقصي وبالداني تجهز اول امر ما بحيلة تباشر وترى الوعد قد حاني تجهز اول امر ما بحيلة تباشر بعض العرب في شبة النار يحتار يجي الشتا ويروح ما شب ناره ارحط البصر ما يشوف ما يشوف يا عيال ما يشوف يا حمدي حمدي خلاص السلام عليكم خلصت يا رجال تعالوا تعالوا هناك تعالوا تعالوا مساكم الله بالخير جميعا مساكم يا رجال طيبين يلا حيهم يقول بعض العرب في شبة النار يحتار يجي الشتاء ويروح ما شب ناره حنا طال عماركم جبنا لكم الحطب اليوم ان شاء الله طول عماركم اليوم ان شاء الله طول عمرك اليوم ان شاء الله افتتاح الخيمه والعلوم الطيبه والعلوم الزينه في الحطب بين يديكم ابشر بس وان شاء الله نلقى منكم شبة النار ابشر بس الصدر ابشر بس الشباب ابشر بس فاطيح ابشر بس مقدها ولا صلى على رسول الله صلى على رسول الله صلى على رسول الله اللهم صل وسلم عليه هل حطب هذا هو شاص كفو كفو نجيب هذا الليل وان شاء الله انه يكفيكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبي نحط هنا عندكم جلسة في بيت الحكمه الله وشيئين عند خلطة الجنوب شبت النار هنا وعندكم في الخيمه بعد اليوم ان شاء الله الافتتاح نبي شبت النار والعلوم الطيبه خيمه هالسعد خيمه هو طول اعماركم حبيبنا في غضون خمس دقائق ننزل شيئين هنا شيئين هنا وشيئين في الخيمة استعنوا بالناس وقوموا تعاونوا ما ذلوا أربعة شل الحطب والحطب ما شلهم أربعة شل الحطب والحطب ما شلهم يا سلام يا سلام ها
كفي كفي يلا بسم الله يلا خطة الجنوب خطة الجنوب استعنا بالله ويا ما حلا شبت النار من غير قزود وافير ويا ما حلا شبت النار من غير قزود وافير شبي مع البدو باسير شبي مع البدو باسير بسم الله يلا خطة الجنوب الهمة نزل يا ولد الهمة الهمة نزل يا ولد يا قمر العطر نار الصدر يلا يا ولد يلا 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 نزل 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 يا ولد نزل نزل طول اعماركم الله يبقيك يلا شبابك شبت النار من غير قزود وافير يا ما حلا شبت النار يلا يا الربع دله وغير دله وش نبي من غير دله يا الشعب بسم الله كل هاي ما عاد اشوف يا الربع بسم الله يا مرحبا 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 مرحبوا يا رجال سلام عليكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يمين 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 يسار يسار يا مرحبا جنبت النار يا سلام يا سلام تياسر 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 بسم الله بسم الله بسم الله تمشي 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 بسم الله هنا يا شباب قريب 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 هنا هنا قريب هنا أربع عشان هنا 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 قريب أربع عشان الحطب والحطب ما شاء الله هنا هنا هيض الله وجيكم هيض الله وجيكم الله يهينكم نعين ونعاون يا أبو طول أعماركم أي والله ما شاء الله ما شاء الله أنا أشهد لكم شقردية شلبسع يا طيب الرجال طيبات حول الحطب حول الحطب يعطيكم العافية يا ولد يا ولد وين داخل شو اسمه سباق سيارات أنت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يلا 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 بسم الله الهمة 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 يا رجال يا الربع الهمة 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 بسم الله بسم الله يا عيال في دقيقتين يا شباب في دقيقتين كلني شيء في دقيقتين في دقيقتين شيء شبيه من العيد وين وين اقصد سامحني يلا يا الربع يلا 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 ما في احد يطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق يا مال الشعب ادارك من هنا هذا من العقال هذا بسم الله بسم الله في عقال 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 بسم الله اطلع اطلع عبد الحليم اطلع عبد الكريم اطلع سم اطلع سير بالخير خير 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 ان شاء الله خير يا ولد يا ولد لا لا تخربون سياره الرجال اخر شيء لا تخربون السياره ثم يجي لا 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 تخربون السياره ثم نشوف فيكم بسم الله بسم الله بسم الله هيا كيف اركب يا ولد اركب لا تنطش لا انت ولا تنطش انزل يا حطب ها بسم الله الله يهب لك عافية الله خلا شاب راوس يا اخي مبدي على الفوز الله وجيكم بدر بيض الله وجيكم يا شباب الى هناك الى هناك الى هناك الله يحفظه بيض الله وجيكم رايتكم بيضة صلوا على رسول الله اللي بيركب يركب انا راح ان شاء الله اجيب الضيف وجايكم وافتتاح الخيمة باذن الله الضيف ان شاء الله جاي في الطريق بطلع الشاص وراجع لكم الله يطول عمرك الله يحييكم الله يحييكم بتضافكم يا ابو عبد الاله طول عمرك الله يقويكم لا هنا ابو عبد الاله هنا ها شوف مرحبا يا من باع الزين وينهم في بس يا دور الخفا
فاقمك كل على ما حلاك ثمان ونص يا ربع ترى بعد اشوف مرحبا يا من بعزيني بسم الله كل صوت صوت يا دوخ فاقمك كل على راس 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 عليك درايفر درايفر ماي درايفر مرحبا يا ماما عزيني قول لها السلام هدوى الخفاق من كل ريوس ريوس ازهلوهم ازهلوهم شبولي 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 من الهد شبولي من النار ابشر بالسعد ابشر الدل الدل بسم الله بسم الله انتبهوا انتبهوا بسم الله بسم الله يا لا 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 يا لا لا يا 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 لا هيا يا الله وجه خلاص يا شباب خلاص يعطيكم العافية يعطيكم العافية والله لا يهينكم جميعا يا شباب الله يهينك يا ملا راجع لكم إن شاء الله شو راجع لكم ها افتتاح الخيمة والعلوم الطيبة خلكم قريبين ها انتبه يا ولد انتبه باقي احد انتبهوا انتبهوا تعبان راكب الصندوق الله يستر امرك بيض الله وجهك يعطيك العافيه ادناك الله مرحبا يا مرحبا يا والله فوق على ايش شبت النار من غير قز ودوافير يا الله يا مرحبا يا هلا بسم الله يا الله فاتحة خير يا الله التوفيق يا الله بسم الله شكرا يعطيكم العافية وقفت في روضن وشبيت ناري ناري طب هالعقلك لين تخشي قوم بريت وقدرت حمستها هي ويا البهاري وسويت فنجان بدم المعاريت اقضي نهاري مخليات الصحاري عن شوفه الادله والاصبر ولاطيت ماني من يشبه حزين بدار يقضي نهار امير ما فرق الضيت هذه الشعر لا في شرارك لا في من لا في من لا في شراري ونعم الله لا في عليكم زود وعليكم زود وعليكم زود انا شاعر ترى شباب بس خوف من العين ما نقصر لا 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 والله والله حقيقي والله حقيقي لازم اتكلم عن هذا الحين انا والله اني مغير ما رقت وراكم تقول لي ايش اسمه ايه الواحد اذا غلق من فنجانه يوديه عند ايش اسمه خلطه الجنوب اللي غلق خليني اعلمك يا اللي غلق من كوبه يا الله يكرمكم السطر هنا ورا باب الحكمه يا هبه فيه وها يهب مع زيد ايش اسمه من ولد عسى الله يهب له عافيه الله حلو هذا اساس البكاء يقول شبيت ناري والاخلاق ضايقه يوم اني اصبرت شوي واثر الزين مقبل مقبل المطر لا باقي المطر شوي واشعل ناري بالمناديب والكراتين مكعبات مكعبات هذا للشعر صح والله شبك المكعب عاش ابو فهد عاش عاش والغيم فوق لا في غيم تحت يعني
يقول والغيم بسمة وريحة المطر وطفيت نار ورحت البيت صحيح زعلان الشاعر يقول يا مرحبا والفرحه والف ترحيب ضايق الشاعر بحضوركم زنا المساء والتعاليم عليك الله يقول الشاعر يا سعود كل مالك يا حبيبي انا اقول يا اخوان الله اعلم اسمع عبد الله عبد الله ايش عندك يا عبد الله اوكي تفضل المداخله بارك الله فيك هذا الامير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه يا رجال الامير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه حبيبي الله يجزاك خير الامير نايف عبد العزيز الله يسعدك الله يقول السلام دقيقه يا رجال ترى بس حبه الامير نايف الله يرحمه ويسامحه ويعافي عنه عام 1400 تقريبا 1400 سوى زياره القريات كانت القريات طال عمركم ما فيها لا ماء ولا كهرباء اوكي لا ماء ولا كهرباء وش الثالثة؟ لا مية ولا كهرباء ولا مستشفى ولا مستشفى أوكي ولا مستشفيات فقال جدي الله يرحمه محمد رحمة الله ألقاها طبعا الوالد الله يطول عمره الله يطول عمره الأبيات ماني حافظها كلها ولكن حافظ أجزاء منها يقول حييت يا ضيف من الشرق جانا جانا الله يبارك في نهار اللفا فيه أهلا هلابح عد منطر سمانة سمانة جاء من جنوب ولي العرش يقديه يديه في عرض الابيات يقول يا امير نشكيلكم اليوم قل المانع نشرب قراح ما يبغى يقول مالح قراح مالح تواليه ومريضنا في مرقده ما تنانا فيها مشقه يم عرعر نوديه كانوا يودون المستشفى بعرعر بس حلو فيها مشقه يم عرعر نوديه ونتيجه التحليل تثبت عنانا 90% هم صابب كلاويه وترى القصيبي من عرض القصيده وترى القصيبي واعد غازي القصيبي ثري قديم الرب ما هو جديد ترى القصيبي الله يرحمه ويسامحه ترى القصيبي واعد ان يوم جانا مير المشاريع الكثيره تنسيه الى اخر الابيات المهم امر بعدها الامير نايف الله يرحمه ويسامحه ويجعله موازين حسناته ان شاء الله قال يامر الله بفتح مستشفى اللي هو مستشفى العام بالقريات ووضع محطتين تحليه الكهرباء الماء ووضع محطتين الكهرباء هذه القصة وانتهينا يا جماعة خير له ويرفعه ويجازيه خير الجزاء إن شاء الله موتانا وموت المسلمين يغفر يغفر الأمير إن شاء الله اسلم يا عبد الرحمن اسلم يقول لك اسلم نعم شايفك اليوم الخيمة افتتاح ليش بس تيسي كذا ضيف شيخنا اليوم موجود موجود ولد الحواس اليوم سم دقيقة يا شباب شباب ولد الحواس شرفنا بجيته ولد الحواس شرفنا بجيته شرفنا بدخلة أهل الخيمة والله عساها بدأ يتخيل اليوم مع الخير لا بشي كلكم وزي كلكم كلكم وزي عسى الإدارة تعشينا سبق قومكم كلكم عسى الإدارة تعشينا قلوا عسى الإدارة تعشينا أنا ما قلت شيء والله ما قلت شيء أنا توسم الإنشاد سام حبيبي أي شيء ثاني سام إلا الشعر سام أبشر هذا الشعر لك لا لا سام أبشر تحصب القهوة الخيمة لما يجيك يلا وين تركي تركي ها ما أدري يا شيخ أنا من شفت لابس الأحمر أنا ما حطب ما حطب ما حطب بالله وصلت بالله عبد الله جاي على الدباب أنت طالب 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 بعرض ثلاثة أشخاص ها؟ نية نية أنت الحين منك حتى ثلاثة مرازيم من تقصد؟ مطالب قناة بداية قفل ذا طيب أول سم حبيبي كم توصل رسالة؟ والله ما كيف كلهم خلص والله ما لهم دقيقة دقيقة عشر ساعات لا 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 خلي اسلم في مطالبة هنا يا رب شارك لهم داخل ها يا كابتن خلي التميس الحين ايش عندك ابو فهد ابو فهد مطالب نطالب مطالب قناة بداية حلو في شودي يا رب بعد المطالب ابشر بالسعد اسلم يا اخي خلنا الرجال يتكلم اسمعك وش المطالبة اللي عندك عندك مداخلة اطلب مداخلة بعد البرنامج بعد الكلمة تفضل ابو فهد
نطالب قناة بداية حلو شرب عائلة يجيبون دباب بطل لنا دباب بطل ليش؟ اوقات ايه تقويم اوقات وانا طالع من هنا بروح الفرشة هذيك اصل عدس ايش؟ عدس حلو ما فيك حيل انا عن نفسي اقرب دعاء السلام حلو شكرا فانسان لما الدباب انسان لما الدباب حدا الاشخاص يكون مسؤول عنه حلو يوصل بس ترشح مين؟ تشرب شاي عبد العزيز هذا ما يطول والله لا لا كذا 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 هو ايه ايه دباب بطه هنا كذا هلا ناصر الغابدي انا بستقل معك الشيخ اوكي؟ اسلم يا سلمان الباهلي ما عنده شيء ذا عنده حبيبي كلنا لك روح يا خالد روح عطنا كلنا لك على طاري والبراح انا ما انا كورال يقول هاج الضمير وولع القلب تذكار من اللي يمون على تمون على الاثنين ذولا يا خالد هاج الضمير وولع القلب تذكار اسمع طار علي من زمان قديم يوم اني مع ربع سعيد بالاسفار أيوة. بين السناف وبين دار السليمي يا زين جلستهم على غب الامطار في روضة يختال فيها النسيم يروق لي من فعلهم شابة النار ومن سما في مسلمة السليم يعطيكم العافية روح بداية ما شاء الله تقل خبازين تقل خبازين انت صار لا اله الا الله هذا فين جعانين تعال روح انزل انزل بداحه يلا بداحه شباب ايش رايكم نقرب على ذاك الشخص انا خرب علينا الامور كلها ها كبيرة مشكله المحاسب يناديني سكت كذا عسى في قرشه سكت قد هنا ايه ودي اجلس هنا انا نطلع على البوري طلعت انا لابس شراب لقيت بزر على لوري لقيت بزر على لوري يا بريد بردي على الارواح مشتقت التي مفتونه مشتقت التي مفتونه الله تفضل خش الله 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 تعال خالد تعال 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 خالد متحكر تعال انت تعال 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 ابو حامد لا ايش بضعبه تعال ابو حامد روح روح وين لا 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 ما لا دخل نبغى يعني كلمه بمناسبه افتتاح الخيمه تفضل كول اقول قولوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على رسول الله اللهم صل وسلم عليه اول شيء افتتاح الخيمه هذا كنا انفتحوا ايش اسمه قلوبنا خيمه معي في البيت حبيبي في الخيمه خيمتي والخيمه خيمتك والخيمه خيمتك وفلان وعلان اول شيء الخويس اللي قاعد تهبون هني الاكواب لا اشوفها في الخيمه يعني النثر اللي تسوونه هنا ايوه لان اللون حق الخيمه حساس لونه سكري يبغى له ناس رايت كيف شفتها هي باقي ما افتتحت رايتها اوكي اوكي بعلمكم والله يا اخي رايتها مود علم ولا ريت لا ريتها ريتها طيب اسلم المهم فالخويس اللي قاعد تهبون هنا فنجان هناك وكوب هناك ومويه تحته ايوه انا اقصد ان بعض الاوقات تهبون شوف الفنجان اللي وراك فاضي طيب والله انا اول شيء خساره لنا احنا لان بيجي بكره ضيوف لنا وخساره قريتنا ادري عنها لخبطني والله ما خلف كرم والله والله كويس والله انا ما كويس انت كويس ايش عرفك انت هرب الافكار عندي ارتب وجي هده روح معلش ارتب الافكار وجي هده يلا يلا روح والله الذي لا اله الا هو شوف لما ها ترى ما خلاني اعصب عليهم الا انتم اصلا والله الذي لا اله الا هو انكم تستاهلون اكثر الله يسعدك تستاهلون كل خير بدل خيمه خيمتين لكن ناخذ فاصل نعود فاقول لكم والله اني صادق يبغى لنا نظافه لان بيجينا ترى اليوم اول يوم ورانا 90 يوم يعني كل اسبوع مره ضامن ضامن اذكركم اذا ما اخذ البيرق ان شاء الله كفو خالد قد ابو حامد
خالد عنده حي اللي وصل يا حياك اوكي اوكي لهيل شو اسمه الهيثم عنده سمار يا سمار انت عندك يا مرحبا يا مرحبا يا اللي بقلبي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابغى ثلاث ذكرات حلو وش وش كذا صار بقول موال اسمع مني لسن تو مي اللي قلت لي اوكي ومدري ايش بس هذا اخاف يلا اوكي ابغى بس تقولون عندك كلمه انا عندي كلمه ها شوفوا شباب ابغى منكم بس كوران تقول موال ابغى منكم تقولون يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بس كذا خلاص بس على القفله بدايه نبدا احنا فيها انا بقول موال الله يحيي من عنا لديارنا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا صدقني يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه لنا مشاركات مشاركات واجد الناصر ممكن ما عنده وقت يسمع واحد اثنتين سلام عليكم لا 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 هي جماعيه على فكره هي مفتوحه جميع كل جماعه ما في احد انا راجع بس كم مشاركه راجع راجع اربع وخمس راجع ناصر انكم ما عندكم تدري احنا شو نقول احنا مرتبين معاهم يلا سمعت ادي شطر احنا نادي شطر وهو يادي شطر على اثنتين تكلمت طيب تمام تمام طيب تمام نسوي البروف الحين روح يلا روح يلا انتوا تبدون ها شباب يلا شباب الوهيبي الوهيبي يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانة اللي يغيب وداخل القلب موجود اللي يزرق قلبي عشانا وما تبعد عني ميادين وحدو بس انتهى الموضوع ولا دقيقة ولا شوف كيف بس هذا تقولها بس خلاص تبون نطول سبع كوبليهات خليها ثنتين خليها ثنتين مرتين قناة الكويت محمد الشمري كذا حمود السلام ورحمة الله لا لا ما نشوف شوف كيف ده لا لا خليها وراك الاربيس الاربيس وراك مكشخ بعد الاربيس خمس خمس غلطات شيء ذكر يعني تصدق سبحان الله الحمد لله الله الله اكبر ما في صدق حالك اتردد احب الكلام من الله شنو الاجر حط الزنجبيل اول انا خلاص دورك خالد قول لنا اي شيء في خير في اجر خلينا نستغل الوقت احب الكويت واهلها والله بعد راسي وانا احب الكويت واهلها هذا بيعجبني انا قلت احب الكلام من الله سبحانه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر او خل زياده اول من اليمين زياده قول كلمتان خفيفتان في الميزان ثقيلتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سم واحد واحد لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا مصري يا محمد عبد الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا مصري بالرسول عليه السلام اللهم صل وسلم وفرضت عليه الصلاه قابل الانبياء كذا من ضمن من قابلهم ابونا ابراهيم فقال الرسول عليه السلام ان اباكم ابراهيم يقرئكم السلام يعني ابونا ابراهيم سلم علينا كلنا ويخبركم ان الجنه قيعان طيبه التربه عذبه الماء وان غراسه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله الله اكبر زيت تذكير بسيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت التذكير بالصلاه لا يعجل اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الصلاه بالتذكير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الكتف الايمن ويسجل في الكتف الايسر صح ولا لا فيها جمله
رجعت الملائكة لله قالت يا ربي ايش اكتب جزاءه؟ قال اترك الجزاء علي اللي هو شيء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لان جلال وجهه وعظيم سلطانه ما تقدر الملائكة تحصيها. فهذا الكلام يعني الجملة هذه اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ما لها يعني عدد معين ولا لها حسنات معينة، عشان كذا واحد يكثر منها. لقد كل لا سبحان الله محمد الله خلقك ولا تنظر الشاعر المعصر لقد قلت ما عندك القصيدة رفزتك القصيدة ينضبط وينضبط يرتب اموره ما يستعجب قرارات ابو هشام اول ما يدخل هنا السلام عليكم اوكي يلبس الشماغ هو يلبس الشماغ يا جاري قال كذا يعني اتاكد الجنة ومن قالها زرعت له نخلة في الجنة كلمة بسيطة وفضل عظيم قل محمود كم مرحبا يا جماعة الله عز وجل تعالى والله لأقطعن من قطعك ولأصرن من وصلك الله عليك فتبقى صلة الأرحام على الصراط تقول يا رب اقتص لي منهم فلا يهمل الإنسان موضوع صلة الرحم أقل شيء يتصل يسلم لو بالتلفون لا يقطع صلة الرحم لأن فيها بركة وفيها خير وفيها سعة رزق بإذن الله وبر للوالدين ايضا صلة الرحم خلاص انا تفضل يا وياك ان شاء الله على طول ننطلق الخيمه وهو جاي عشان نستقبل هناك نسلم طبعا المعلومات 9 الا ربع 9 الا 10 على طول اول ما تشوفونه اهل الخيمه على طول نكمل نكمل كروم الكريم وين الكريم يا شباب هلا حبيبي مين منا ما يبغى تفتح له ابواب الجنه الثمانيه طبعا ما حد ما يبغى في حديث بمعنى الحديث يقول من توضى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية قال ربي اجعل لي وقال اختار منها أي باب الله يجزاه خير الموضوع بيضاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المجلس أكثر من 70 مرة اللي يبغى الرزق اللي يبغى الولد اللي يبغى الزوجة أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلس أكثر من 70 مرة فاللي يبغى الرزق اللي يبغى الولد اللي يبغى الوظيفة اللي يبغى أي شيء في الحياة يكثر من استغفار وأسأل الله لكم لنا ولكم الجنة من عرف عن ذكري فإنه معيشة ضنكرة يوم كنت تكلمت عن موضوع الذكر على بذكر الله تطمئن القلوب كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم الله يعطيك العافية أبو جاسم شباب كفة ووفة ولكن كل ما نحب أرددها كثير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني لو نفكر في الأسابيع في الأسبوع الجاي واللي بعده نشجع بعضنا يعني نشجع بعضنا اليوم أتوقع ثلاثاء ولا اثنين اليوم لو نصوم اثنين وخميس حلوة يعني شجع بعضنا سلام عليكم اصلا ما تتعشى ولا او ما تغدى ايه لو تلاحظون يعني اكلنا في اليوم ترى النهار قصير بعد تخسيس التخسيس صدق فلو اليومين ذي الاسبوع الجاي نشجع بعضنا نفطر ونصوم مع بعض انا اشوف انها حلوه والله حافظ على رصيد القريه ابواب الخير فاتحه واسعه نعم الله هو اقتراح طيب الحين من صام يوما في سبيل الله وش اجر يا جماعه بعد الله عنه بعد الله عن 70 خريف بعد الله النار. عنه جهنم 70 خريف بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريف وصام يوما في سبيل طيب الله يجزاكم خير نختم اعظم ذكر ممكن الانسان يتقرب الى الله عز وجل به هو قراءه القران كثير يعني فيه التسبيح وفيه الاستغفار وفي جميع الذكر كلها والله عز وجل يعني يحب ان العبد يكثر من قراءه كلام الله فيمكن القرآن أعظم ذكر أي نعم شهر. فرصة شهر. نعم خير. وعلى طالي الأحاديث هذه فيها في عندي شعار بإذن الله عز وجل أنا كنت أجهز اليومين اللي راحت اللي هو شعار وإن تطيعوه تهتدوا طبعا هو تطبيق لسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية وربما تكون سنن مهجورة فبإذن الله عز وجل من بكرة بنعطيكم بعض السنن وبعض الأجور العظيمة في حياتنا اليومية حتى وانت جالس وانت رايح يعني مثلا بعض السنن سنة حمل الأطفال في الصلاة يعني يمكن هذه يغفل عنها كثير بعض الأمهات في البيت أو في المسجد إذا بكى طفلة تخليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل
اي نعم. لا كان يحمل بن شو اسمه ولد زينب. ايه بنت زينب. ايه امامه. كان يحملها. امامه. مثل هذه السنن يعني بعض الناس يغفل، حتى لو جبت اخوك الصغير مثلا معاك شله معك ووقت ما يعني مثل هذه السنن نبغى يعني نفعلها ونطبقها في حياتنا، وبعض الاذكار او الافضال والاجور اللي في حياتنا اليوميه وفي جلساتنا وفي روحاتنا وجياتنا. هذا الشعار خلوه معكم وان تطيعوه تهتدوا. طيب ها؟ هي مجموعه هي سنن كثيره. لا اقصد كل اسبوع شعار، يعني الشعار هذا نطبقه الاسبوع هذا ونمشي عليه، بعدين ناخذ الاسبوع اللي بعده شعار. خلاص ابد ما عندكم مشكله. نعم وايد طيب، الله يجزاك خير. الله يكتب اجرك ان شاء الله. ايش السنه؟ ايش تعريف السنه؟ السنه هي فعل عملها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص و كما ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طبعا حينما نتأمل هذا الشعار وإن تطيعوه تهتدوا، كثير منا إذا طبق هذه السنن سنن يعني فعلية سنة يؤجر عليها العبد إذا فعلها. خلاص طبعا ما يعاقب، من تركها ما يؤثر. إيه نعم، لكن في تطبيقك للسنة هذه تؤجر أجر عظيم، وأيضا تهتدي لأشياء كثيرة، تهتدي لسعادة قلبك، تهتدي لتربية أبنائك، تهتدي للأمور الاقتصادية والمالية، تهتدي لعلاقتك مع الناس، علاقاتك الاجتماعية. فلو تأمن هذه الآية في طاعتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم تهتدي لكل معنى حقيقي في حياتك، إما قلبك إما تعاملاتك إما أي شيء في أمور حياتك كلها. يعني فعل السنة وإن كان بسيط ربما يكون سبب في إدخالك الجنة. نعم. حتى لو كنت مذنب. نعم. أنك اتبعتها حبا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأيضا تزيدك قرب من من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيش؟ يحببكم الله. يحببكم الله. فالإنسان اللي يبغى يوصل محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن إيش؟ يتبع سنته. السنة تعتبر يعني النقص اللي يصير عندك في الواجبات أو في الأركان تعتبر السنة مكملة لها. متمم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تعود لا تكتفي بالواجبات فقط، لا السنن أكيد يكون فيها يسد الخلل. يجي بعض الناس الحديث اللي يجي بعض الناس على يوم القيامة صلاته ناقصة غير تامة منقص منها أمور، إذا تسن مثلا أدى سنن الرواتب وأدى سنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مكملة بإذن الله تسكر النقص اللي عنده. وياك إن شاء الله. بس شاركم إن شاء الله ما قصر. بس متى أذكركم بآية يعني فيها فضل ذكر الله. عندما قال موسى قال ربي اجعل لي آية، عندما قال زكريا عليه السلام قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني الله قال له آيتك ألا تكلم الناس، خاص الناس لا تكلمهم. فلما خرج من المحراب مباشرة لما خرج على الناس أوحى إليهم بالإشارات ها أن سبحوا بكرة وعشية مباشرة، ذكرهم فضل الذكر والتسبيح بفضل الذكر والله ذكر ففضلك ذكر عظيم. جزاك الله خير. عندي حاجه يا عيال بسيطه بس اسلم. لا بحكم اننا مجتمعين وانا ما اعرف ان صار في ترتيب ولا لا بخصوص مشاريعنا، المشاريع اللي قلناها في زيد فرصتك جميل. انه احنا نبغى نقدمها جميل. بعيدا عن اطياف تبغونا نكتب ورقه وقلم ونجلس ونحدد وقت معين كلنا نكون اذان صاغيه وجالسين يعني من باب دعم. أحسنت تطبيق للمشروع لأني قاعد أشوف إلى الآن ما بدينا ولا شيء هذا اليوم ممكن عشان البداية وكذا بس أنا ما أبغى الأيام تعدي وإحنا ما رتبنا. أقل حاجة لو نرتب على الأسبوع الجاي ما عنده مشكلة نكتب الآن الأسبوع القادم نبدأ إحنا في مجاله ومشروع ما في ترتيب نعم. صح ما رتبنا صح؟ لا 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 لازم نرتب باليوم المتسابق والتوقيت. خلاص أنصح بهالشغلة اللي قال أخوي محمد أن كل واحد يكون له شغلة معينة ما حد يدري عنها. انا ما انصح ان الكل يعرف الشغله هذه. مش اطياف تتكلم عن المشروع. انا مو مشروع. انا ادري المشروع اللي بيصير الايام الجايه. لا لا قصدي عن بزد رصيدك الحين بزد رصيدك المشروع الحالي
اللي بتسويه بعد اسبوع. قصدي تكلمنا عنه في زد فرصتك. اللي تكلمت عنه في زد فرصتك. ايوه. انك بتقدمه هنا. انك بتقدمه هنا. ايوه. أي هذا اللي يعنيه يا محمد. حلو، انت تقصد اللي أيوه. شنو بسوي انا في زد رصيد. بالضبط. قصدك ان نساعد مع بعض. يعني كنت اقول للشباب، ما ادري يمكن قلتها تحت الهواء. قلت الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن من الجميع، الناس مبهورة فيه. الحمد لله. بس الصعوبة في التنفيذ. فاحنا كلنا يد واحدة بانه احنا يعني ندعم كل شخص. نستفيد من بعض والله. نستفيد من بعض في المشاريع. فإذا ما صار في ترتيب فما المشاريع ما راح تاخذ حقها. الحمد الشمري. كانت في ثلاث محاور للمشروع زد ثقتك. المشروع المحور الثاني اللي يقول ماذا ستفعل داخل القرية. اي نعم، في زد رصيدي. هذا قصدي. هذا الكلام اللي يعنيه محمد. أي. يعني نبغى نشتغل عليه. يعني انا تكلمت قدام الناس وقلت غير اطياف. غير اطياف. غير اطياف. غير اطياف. شنو بتسوي مشاريعكم؟ مشاريعك اللي قدمتها. يعني مثلا عبد الله الجميري، اعطني نبذه بسيطه بس. اضطرابات النطق، انا بتكلم عن تخصصي. طيب هل بتجي، انت قلت انه في زد نعم. فرصتك بتجيب واحد صح؟ نعم. واحد يعني. نكتب يوم الاحد بعد صلاه المغرب مثلا. لا لا، هذه ترتيبات ما يعني عفوا ما مجموعه، فترتيبات على حسب التوقف. شباب شباب شباب، لكن اللي بقدم انا في المشروع اللي بقدمه في زد فرصتك هو دورات بسيطه لكم. تمام. الشخص مثلا تمام. عندك دوره صح ولا لا تبغى تقدمها، نكتبها في ورقه وقلم. الشخص اللي ما كتب مشروعه وبيطرحه في اطياف بإمكانه ندارسه بيننا ويطرحه مع عليا. ايوه هذا حل. يبدو في ناس ما تبغى. ايه طلع يطلع مفاجأة يعني زيادة على كذا زياد عشان ما يكون في خلط. اكيد في ناس ممكن قاعد يستنى يحسب اطياف. لا لا شيء مختلف. برضو برضو ابو عزوز كلامك على متمه وفعلا يعني حتى ممكن في افكار تتشابه. الله من علينا ودخلنا زد فرصتك، زد رصيدك من بعد زد فرصتك. الحمد لله. فحنا حطينا زي الوعود. نعم. للناس اللي هذا الكلام للناس اللي تشوفنا. في ناس تستنى يعني في ناس تتابع محمد عبد الله فقالت انه محمد وعدنا 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 وعدنا. ما نبغى نوصل في مرحله انه ما نوفي. والله ما كان في وقت ما قدرنا. هذا اللي نبغاه. فاحنا نجيب ورقه وقلم نكتب مثلا. هذا احنا ننتظر حتى من بعض. حتى والراي جماعي حتى والراي جماعي نستغل الاوقات اللي في فتره النهار خصوصا. أوه. ابو عزوز خصوصا انه في بعض الناس مثلا زي مشروعي انا ما راح يكتمل مشروعي نهائيا فارس مو موجود معي او راجح مو معي او كذا غير كذا. فمكس ممتاز يعني احنا سوينا زي كذا فترتيب بس حلو. نبغى نحاول نطبقها. اقطع كلامك يا ابو نبغى نطبقها قدر المستطاع قبل اول ابراي لان ما نبغى يطلع منا واحد الا وهم طبقوا. الان احنا وصلنا اليوم الثالث صح ولا لا؟ أوكي. بيخش علينا اسبوع كامل احنا ما سوينا شيء. هذا الكلام. فانا انا بالنسبه لي قاعد اقول عادي يعني اول ايام ولسه تونا داخلين نتاقلم على المكان وعلى الجو. البارح سهرنا صراحه ما انا من الا ثنتين ونص بس بكره الصباح بجيب ورقه وقلم ونبدا نحط الايام وانا ارتب مع الشباب في الكنترول اذا كانوا في ضيوف في ويوميا كل واحد يتكلم عن مشروع تخصص له وقت وكلنا نكون معه. خلاف اطياف. خلاف اطياف. خلاف اطياف. لا 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 اطياف ثابت. اطياف شيء فائض عندك تبغى تقدم جميل للشباب. بس عشان احنا ما ودنا انه تكثر المواضيع المرتبه. لا 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 تبغى الصراحه هذا 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 يعني انا لو بسوي لك روبرتاج وتقرير بلاقي انه انت نفذت المشروع اللي تكلمت عنه. بعدني عن اطياف. بعدني عن اطياف خلاص. اهم شيء الافكار المتشابهه يعني في كذا فكره كانت متشابهه في المشاريع. اذا اطياف انت افضل لك اذا عندك شيء كبير قدمه باطياف لا تقدمه بشغلات عاديه. هو كله كبير اي شيء بتقدمه انت تعتبر ما في شيء. انا ادري. لا انا ادري انا ادري بس في شغلات مثلا انا اقدر اقدمها وانا واقف الحين اقدر اقول لي شغلات انا بسويها اقدر اقولها ب 10 دقائق ربع ساعه وانهيها. اما اطياف تقدر تاخذ لك ساعتين ثلاث ساعات تقدم شيء كبير وثقيل. انا اقصد اذا شيء يعني مثلا تستضيف شغله واحد او تتكلم عن موضوع كبير من اكثر من شغله فحرام حرام مشروعك اللي بتتكلم عنه تتكلم عنه كذي. انا اقولك تعال وقف الحين تكلم خلاص انتهت. ابو جاسم ممكن مشروعك يستمر اسبوع معاك دقيقه معاك يعني فقره كل يوم مثلا. الله يجعلنا ما يقول لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات بحسنات. توكلنا على الله روح الخيمه يا عيال مشينا. حمود لا يصير خلط بين اطياف والمشاريع. ما شاء الله.
الله ايه ما شاء الله وش التغييرات وش الزين عيونك عيونك ما شاء الله تحلى ايامك وليالك الله يسعدك لا ما شاء الله واضح انه كان في بصمات جديده على المبنى وعلى الله يسعدك ما شاء الله ما شاء الله دكتور الله يحفظكم احنا والله حرصنا عليك اليوم في جهودكم الله يجزاك خير افتتاح الخيمه عاد ان شاء الله واحد منا الله يحفظك لا ما في شك احنا من ابناء القناه ونعتز بان نشارك دائما وابدا معها لاننا نراها بوابه عظيمه لنشر الخير وبث العلم والدعوه الى الله ما شاء الله هذا جديد اظن طيب خلينا نشوف يا شيخ خلينا بس نمرك على المحلات يا سلام خلينا نجي هنا عند المجمع بسم الله نعرفك اكثر على مرافق تمام 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 هذا مجمع اضواء العالمي الطبي ما شاء الله خير السلام عليكم مجموعة المهيدي الاستثمارية كيف حالك يا حبيبي طيب من هنا بس عشان تشوف بسم الله صحيح. السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيكم العافية يعطيكم العافية كيف أموركم الله يقويكم ما شاء الله بخير ما شاء الله دكتور طارق الحواس حياك الله أهلا وسهلا بارك الله فيكم دكتور أحمد ربيع أهلا وسهلا حياك الله دكتور كيف حالك إن شاء الله بخير هذا جزاهم الله خير قائمين على عيادة شو اسمه المشاركين يعني إصابة تعب في الونزة ما شاء الله الله دكتور جزاهم الله خير متواجد هو بعض الدكاترة ما شاء الله بارك الله فيكم في بعض المتسابقين يدلعون يبغون ينامون إيه عاد تعود على ذمة الدكتور يعطي إجازات بعد ما شاء الله تفضل حياك الله ما شاء الله نبارك لكم ما شاء الله المشاركة إن شاء الله متألقين دائما الله يوفقكم بارك الله فيكم شكرا لك الله يعزك شكرا الله يعطيكم العافية ما شاء الله مع هذا السجن إن شاء الله تبدأ فعالياته خلاص فكان تغير تغير صار في آي بي سجن في آي بي تعرف نوريك السجن يا شيخ والله لا بأس لا بأس نزوره سجل السنة هذه في آي بي يعني دلع ما شاء الله ما شاء الله هذا سجن مثالي يا شيخ يكون أكثر إعانة على المسجولي يا الله بسم الله ما شاء الله إيه هذا السجن ما شاء الله تمام تمام يعني السجن بس ما بعد إلى الآن لا لسه ما شاء الله أي سجن في آي بي يا سلام يا سلام يعني فقرة المطبخ وفقرات الأخرى الثانية يعني المسابقات وفيها شغل لها مرتبة ما شاء الله وعندنا السنة هذه سجان على كيف كيفك يا ولد لا لا, لا يراعي ولا عنده واسطات ولا شيء سجان ما يرحم يا سلام يا جاي سلام جاي جاي ناوي ينفذ الإصلاح يصير إصلاحية فعلا نعم هو العقيد أبو فلان لكن من أبو فلان خلنا نشوف إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله السلام عليكم ما شاء الله هاي بوينت يعطيهم العافية من الرعاة من البرنامج الله يعطيكم العافية سبع مجموعات ما شاء الله كيف حالكم إن شاء الله بخير ما شاء الله بخير. الحمد لله بخير طيب. ما شاء الله ما شاء الله يا هاي بوينت غرف النوم والكنبات ورق الجدران ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الله يبارك فيكم ما شاء الله موجودة بالرياض لها فروع خارج الرياض ما شاء الله ما شاء الله نهتم بالأثاث وكذلك على قولتهم عندنا تصنيع ولا بيع جاهز لا بيع جاهز بيع جاهز تنسيق ما شاء الله وعندنا مهندسين يخرجون ما شاء الله قديم هو ولا حديث أنا تو تبع القفاري يا شيخ بس المسمى نعم هذه تهتم بالأثاث الموديل الموديل ما شاء الله ما شاء الله عاد السرير ذا سرير عرسان يا شيخ اي والله عقبالك ان شاء الله لا انا موحد يا شيخ ادري عنك كانك نية لا 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 ما شاء الله مضبوط ما شاء الله نوعيه فاخره الله يوفقكم الله يبارك لكم ما شاء الله واضح انه شيء متميز الله يبارك لكم يوفقكم ان شاء الله يعطيكم العافيه الله يحفظكم مرحبا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله يا سلام هنا جمعية البر الخيرية بدوقة اي ما شاء الله هي الجهة الحصرية الخيرية ما اكرم الله بهالدوقة اي نعم ما شاء الله زرناهم ورأينا ما يسر والله في دوقة ما شاء الله من النشاط والعطاء وال الله يقويهم الله يعطيكم العافية انت من اهل دوقة ها؟ لا انا من اهل الرياض من العاملين معهم ما شاء الله الله يسعدكم وفقين ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم هذا مقر الجمعية يعني هذا مقر الجمعية ان شاء الله هنا تدشين رسمي الاسبوع القادم ما شاء الله الله يبارك لك عندهم وقف الاب ما شاء الله قيمته 22 مليون ما شاء الله هم جهة حصرية أراد أن يكونوا حصريين حتى يكتمل وقفه والله أنا أشهد لهم بالأمانة والصدق والعطاء زرتهم ورأيت أعمالهم ورأيت وقوفهم على دعم المحتاجين ورأيت شيء هذا بنفسي هناك ما شاء الله الله يبارك لكم الله يعطيكم العافية بارك الله فيك الله ما شاء الله احنا زرناهم ورأينا عمل كبير الله يجزاهم خير ويوفقهم هذا مجلس هذا بيت الحكمة الشيبان الأباء اي ما شاء الله جلستهم هنا وعندهم جلسة لسه ما بعد يبدأون ان شاء الله يبدأون الأسبوع القادم بإذن ما شاء الله الله يبارك الله يبارك الأسبوع ده الأسبوع الأول أسبوع تنبيتي اي ما شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله بداية الفعلية تمام تمام هذه خلطة الجنوب للقهوة يا سلام القهوة والشاي وشبة هذه جديدة أظنها مشاركة جديدة لهم طيب خلنا نروح لها اي سم
ما شاء الله ما شاء الله. معدين جلسه طبعا كذا حلوه يجتمعون فيها المتسابقين، وان كان بعد اللقاء يا شيخ تبي نجلس هنا ونسولف ونتقهوى. ما في مانع ما في مانع ما شاء الله ما شاء الله. هذه جلسه حلوه والله جميله جدا. موفرين يعني محلات موجوده في اي لهم محلات وخلطه الجنوب ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. هذه خلطتهم ما شاء الله. هذه خلطتكم حتى في العود ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقكم ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. ريان ولد ابو ريان صاحب المكان نفسه ونعم بارك الله فيك يا ولد حبيبي ريان شلونك. الله يعطيك العافيه ما شاء الله. هذا تعال خليني اوريكم الخضار والفواكه ما شاء الله. الله يبارك لكم يا اخي. طبعا عندهم خلطه يا شيخ صراحه يعني مو بدعايه احط دعايه جميله جدا ما شاء الله. انا من الناس اللي لهم يعني محلات في وسط الرياض وعليها ما شاء الله اقبال ما شاء الله. هذا خضار هذا خضار وفواكه طازجه تبيعونها طازجه ها ما شاء الله. الله انت اللي تقوم بالبيع يا ولدي انت تبيع ريان كفو والله ما شاء الله. كفو هذا من قهوه ال هذه قهوه عاد خذ الذواقه يا شيخ. اي هذه طازجه ها قهوه اسمها خلطه الجنوب ما شاء الله. يا سلام يا سلام عليكم. قهوه شاي يعني هو هي يعني تسميتها بالجنوب لان الخلطه فعلا خلطه الجنوب. ايوه ها ايوه هذا الجنوب وصاحبها من اهل الجنوب صح. ايوه من اهل الجنوب وسماها خلطه الجنوب. ما شاء الله خلطه لها نكهه خاصه يعني بس عشاق القهوه سيستمتعون بمذاقها ما شاء الله ما شاء الله. والله شيء ايش رايك اصبح اعمل دعايات يا شيخ. اي والله طبعا هنا التميس خبز التميس هذا انا اسلم على الحبيب ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك يا مدير؟ الله يعطيكم العافيه. كيف الحال ان شاء الله؟ طيب بارك الله فيك. الله يحفظك. اخبارك طيب شلونك ما شاء الله. خبز تميس سوي للمتسابقين اعطيه العافيه. ياكلونه طازجا على مدار الساعه. تبي ذواقه ولا ما يحتاج؟ اي لا والله ندوق اذا تسمح لي. جزاك الله خير والله. سوي لك جبنه لا 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 بس بس لا تشبع الشيخ ورانا عشاء. جزاك الله خير بارك الله لك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه ما شاء الله. شكرا يا حبيبي. الله يسعدك ما شاء الله. يا اخي الفنجال يا تعال ريان خذ الفنجال يا حبيبي. ريان شكرا على القهوه. الله يبارك فيك. الله يعطيكم العافيه. الله يسعدكم. طبعا هنا جلسه عاد مركز يكون فيها جلسات وسوالف وساعات صدر. هذا الشيخ المندي عاد اليوم عندهم طبخ شكل ناوي اني تنطيب. الله يعطيكم العافيه ما شاء الله. الريحه واصله ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم. الله يسعدكم. الله يعطيكم العافيه. الله يسعدكم. متميز دائما سمعتكم ما شاء الله واصله السماء. الله يبارك. الله يوفقكم يبارك لكم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. اضبطوا العشر الشيخ ها عشان نزود في الدعايه ها شيخنا. طبعا احنا من النذاله اللي عندنا العشر راح نعشيك خلف الهواء مو قدام المسابقين عشان ما ياكلون معك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا حمود العبد الله. نعم طارق الحواس ونعم. حياك الله يا هلا بك. حياك الله الله يعزك. ونعم ونعم ما شاء الله يا هلا بك والله. الله يحييك معاذ الجماس. والنعم والنعم مرحبا مرحبا هلا بك. الله يعزك يا هلا بك. حياكم الله. هلا حبيبي شلونك طيب شلونك ساك طيب. الله يسعدك ما شاء الله. معاذ صوته زين يا شيخ اجى نسمع منه شيء ان شاء الله. نجيب الخيمه ويضرب غير الله وجهه. السلام عليكم ما شاء الله. مساكم الله بالخير. الله يعطيكم العافية ما شاء الله يا هلا عبد الله. الله يحييك شلونك طيب. حياكم الله. الله يحفظكم ما شاء الله. زين الله يحييك الحال شلونك ساك طيب. جزاك الله خير حبيبنا. كيف حالك شو اخبارك؟ الله يقويكم ما شاء الله. طيب تخيل طبعا المعروف لا يعرف معروف ما شاء الله تميزهم ما يحتاج لهم ما تحتاج تثني عليهم لانهم اثبتوا وجودهم ما شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يعطيكم العافيه. الله يوفقكم. جزاك الله خير بارك الله فيك. جزاك الله خير ما شاء الله. انتم دائما اهل الفخامه. اهل الفخامه ما شاء الله. الله يسعدكم بيض الله وجهكم تسلمون ما شاء الله بارك الله فيكم. الله يزيدكم ما شاء الله ويبارك لكم ان شاء الله. الله هم بينوعون لك علشان تشتري منهم بعدين يا شيخ. يستاهلون والله. نتشرف والله نتشرف بهم. دائما اهل التميز هم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لكم. الله يجعلكم ان شاء الله دائما وابدا من تفوق الى تفوق. والناس تثني عليكم خيرا. ما شاء الله امانتكم وصدقكم ولله الحمد يشهد به الجميع. الله يبارك لكم. موفقين ان شاء الله. الله يحييكم. ما بارك الله فيكم. حفظكم الله. ما شاء الله. هذا
تقريبا موسم الثاني اعتقد ما شاء الله اي صحيح واقدامي بعد كذلك إيه ما شاء الله كيف حالك العام الماضي هلا والله حياك الله عاد عندهم مساج يوجع حياك الله بارك الله فيك مساج طبي صحي ما يحتاج ما شاء الله مساج نظيف شغل نظيف الله يبارك لك هذا البطل اللي يسوي مساج الاستاذ اي استاذ ما شاء الله تفضل شريف الله يحفظكم ودنا والله نعمل بس عاد احنا عندنا ما يشغلنا لكن نجيكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يبارك لك ضبط الشيخ الله يجزيك الله يبارك لك ويوفقكم ان شاء الله الله يسعدكم شكركم طيب يا اقدامي الناس يمدحونكم هذا شيخ العسل شيخ العسل نمر عليهم شيخ العسل ما شاء الله هذا العسل الشفاء يا شيخ ولا لا يعطي ما في شك السلام عليكم الله يعطيكم العافيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اسمه شيخ العسل بعد يعني شيوخ يعني ما شاء الله احنا شيخ المندي وشيخ العسل احنا مشيخين انفسنا ما شاء الله ما شاء الله انتم عسلكم لله الحمد طبيعي 100% وكله من تأتون من خارج خارج البلاد يعني تأتون شيء كشميري شيء أوه ما شاء الله ما شاء الله يا سلام يا سلام هذا يعني تعطي ولله الحمد اطمئنان للمشتري إنها المصداقية موجودة ولله الحمد والله أنا أسمع بهذا المحل وأظن أن الناس تثني عليه خيرا الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يوفقكم ويزيدكم من فضله الله يعطيكم العافية جزاك الله خير شكرا ما شاء الله هات الشيخ لوحده ولا لا كذا ازعل ترى انا ترى كنا مجموعه مشايخ ضبطوني اضبطكم هذا السدر هذا السدر نعم ما شاء الله صلح بلدي الله يبارك لك بالبلد يعني هنا نعم سعودي ما شاء الله فالطلح ذا ممتاز مره على انك الطلح هو الناس سكري ما يرفع النور الطلح ذا اصل طلع اي طلع ذا سكر قليل ايوه أيه. طلع اللي ناس السكر ممتاز مره يعني بارك الله فيك عندك الغرحان الغلول الصفار الرابط ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك لا فعلا والله العسل الابيض ما شاء الله الشيخ احمد بيتكي ان شاء الله عنده برنامج مر عليكم مره ثانيه عشان ما تغيب ان شاء الله نعطيه عسل الشيخ ما شاء الله العسل العسل يستاهل الشيخ هذا عسل ايضا عسل ابيض هذا عسل ابيض يعني لماذا سمي بالبياض لانه كيف يعني يصير ابيض كيف صار ابيض طبيعته هو جاي من روسيا جبل قسطيطيا يعني النحل نفسه يخرجه ابيض الشيخ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويخرج من بطون حشرات مختلفه الالوان اللي هو عسل البزر احسنت طيب الله يبارك فيكم الله يسعدكم الله يبارك لكم الله يعزكم ويجزاكم خير شكرا اكرمتونا ويزيدكم ان شاء الله تفوق وتقدم ما شاء الله قدامي حبايبي الله يعطيكم العافيه ما شاء الله هذه المحلات هذه ان شاء الله لسه يعني في طريقها الى الانفتاح باذن الله في افتتاحات قادمه ان شاء الله خلال الايام الجايه ما شاء الله ما شاء الله وفي ايضا بعضها لسه ما اجر ما شاء الله يعني لا زال في مجال للذين يريدون يشاركون يشاركون هذا ذكاء الغذاء عاد مقفى هذه لوحته ما شاء الله لكن سيشارك اي راح تشارك ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يا اخي زينك مشتك يا شيخ سم عشان احنا سم جزاك الله انت اليوم عريس يا شيخ الله يعزك ويبارك لك انت اليوم عريس الله ما عليك زوج الله يحفظك جزاك الله خير هذا المسجد اعيد اي المسجد عاد خلني اوريك اياه ما شاء الله اعيد صبغه اظن ما كان لونه الشكل نعم تغير من الداخل والخارج ما شاء الله شكله بس نفس الحجم ركن القصيم ركن القصيم هنا يا شيخ حلو ركن القصيم ها فتح ولا نروح نروح نشوفه الشباب ما شاء الله مستعدين ايوه ساكنه ناويين يرمونا ذا ما شاء الله هارك القصيم ما شاء الله موجودين ما شاء الله 24 ساعه في الخدمه الله يحفظهم الله يعطيهم العافيه ما شاء الله حلويات ومخابز اظن أيه. شغلهم طيب صراحه شغلهم طيب تفضل هذا الثالث تفضل ما شاء الله العام شاركوا ايضا العام معنا نعم صحيح ما شاء الله يعطيكم العافيه السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله زادكم الله خيرا وفضلا ما شاء الله ما شاء الله ما معروفه ما شاء الله ما يحتاج احد يثني عليها مثبته وجودها بما التميز وذوقونا الشباب شيء من هالجمال ما شاء الله الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يجزيكم من فضله الله يحفظكم ويحفظكم ان شاء الله والله بس خلينا اديك هديه ها اذا خلصنا اللقاء بنرجع خلاص باذن الله باذن الله انا اخترت لك هديه حلوه لك تمريه مع تمر المحشي باذن الله تشرف اي لانه الدنيا خايشه على بريد عشان يدفيني مضبوط ها ويعيني ان شاء الله جزاك الله خير بارك الله لك جزاك الله خير الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله عاد شوف ايش يسمون هذه النافوره ولا مسبح اي والله الظاهر ما شاء الله طبعا بيكون هنا يعني سيء الاخبار ما شاء الله ما شاء الله يعني اجواء رومانسيه هنا لا لا ما شاء الله معروف المكان متميز والبصمات فيه بصمات بدايه واضحه فيه ما فيها كلام
ما شاء الله. الاجواء اليومين ذي اجواء طيبه لسه وعجبه. اي والله ما اشتد الى الان البرد، الان الجو لطيف جدا، ما لسه عاد اصبر وما بعد دينا 50 الشباب ما شاء الله عليه. هذا المسجد ما شاء الله. اوه ما شاء الله وعيده ابناء ما شاء الله ما شاء الله، يكون عونا لهم على الطاعه وما شاء الله. لا ما شاء الله. وفي حلقه تحفيظ ظني الشباب يقيمون حلقات فيما بينهم، وفي درس الشيخ بدر مشاري ياتي له الان الشيخ كل اثنين يسوي وزراء الصحابه بدل البارح. بدل كان السيره قبل ولا كان السيره الان يواصل وزراء الصحابه. بيض الله وجهه، بيض الله وجه ابو نادر، دائما مشاركاته متميزه ما شاء الله ما شاء الله. سمعنا جديدك الله الله يزيدك، بالوفالك وفانا وبالغلا زد رصيدك. يا لا لا 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 يا لا لا يا هلا به والمشاعر تشابه، تبتسم في سمانا مثل شمس وسحابه. يا لا لا 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 مرحبا يا النشامة عد وبل انتهامة، والتحية سقاها بالمودة سلامة. يا لا لا 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 سمعنا جديدك الله الله يزيدك، بالوفا لك وفانا وبالغلا زد رصيدك. يا لا لا 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 يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باللي لفونا الليلة. يا مرحبا بالقاصي وبداني، يا سلام. تجهزوا والأمر ما بحيلة وتباشروا، ترى الوعد قد حاني. الليلة الليلة افتتاح الخيمة، خيمة تبث الخير للأوطاني. الليلة الليلة افتتاح الخيمة، خيمة تبث الخير للأوطاني. بقيادة اللي يالله انك تعينه ناصر، ولد غامد معين العاني. تلقى به رجال عظام الشيمة، شعار وشيوخ كبار الشاني، وفنجال دلة وشاهية تلقيمة، ودلال بغداد مع الرسلاني، وشبة حطب مجلوب بغلى قيمة، ومفطحات تشبع جوعاني. وسوالف وش حلوة وش زينة، تونس اللي خاطره زعلاني. يا رب من ميل تعد الميلة، واجمل تحية مني ومن اخواني. سلامتك. الله وجهك، الله يجزاك صح لسانك. حياك الله، صح الله ابدانك. يقول يا مرحبا والفن هلا والف ترحيب بحضوركم زان المساء والتعاليل وسلامتكم. يلا حيا تفضل تفضل. الله يحييكم ان شاء الله. يلا حيا. يا هلا يا هلا. السلام عليكم ما شاء الله. السلام ورحمه الله. ما شاء الله بيض الله وجهك، الله يعزكم. بيض الوجه الله يسعدكم. جزاك الله خير. الله يحييك. خلوا يجي يسلم ازياء. كل واحد يعرف بنفسه يا شباب. مرحبا يا هلا. الله يعزك، الف سلام عليك. الله يعزك وانعم ما اكرم بك يا هلا بك. الله يحييك يا هلا بك. الله يعزك الله وانعم ما اكرم. ما شاء الله ما شاء الله يا هلا بك والله ما شاء الله. السلام عليكم. الله انعم اكرم انعم اكرم ما شاء الله انعم اكرم والله انعم اكرم ما شاء الله يا هلا بك ما شاء الله انعم اكرم بك. الحمد لله على السلامه. حياك الله في بلدك يا هلا بك والله. الله يعزك يا هلا بك والله. حياك. نعم هلا بك. حياك الله. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا، نورت الخيمه. الله يحييك يا هلا. حياك الله. الله يعزك يا هلا بك والله. اي والله الله يهنيك.
لا حياك الله. ونعم ونعم انعم اكرم. لا هلا بك الله يعزك. هلا بك انعم اكرم بك يا هلا بك. مرحبا يا هلا والله. حياك الله ونعم ونعم ونعم. مرحبا بك يا هلا بك. ارحب يا هلا بك الله يعزك. ونعم ونعم ما شاء الله. مرحبا مرحبا انعم اكرم يا هلا بك يا هلا. حياك الله جميل ما شاء الله. والنعم فيك. مرحبا بك ما شاء الله يا هلا بك. والنعم والنعم ما شاء الله. مرحبا بك يا يسار. حياك الله الله يجزيك. والنعم فيك. مرحبا والنعم فيك. حياكم الله جزاكم الله خير. حياكم الله. الله يبارك في عمرك وجزاك خير يا مرحبا. انطلق ويدي بايدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع رب يزيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. حياكم الله جميعا ما شاء الله. افتتاحه مباركة هذه الوجوه الطيبة وهذا الاستهلال المبارك. الله يعزكم ويبارك فيكم جميعا. الله يسعدكم وجزاكم خير. اليوم إن شاء الله يوم خير بإذن الله. إن شاء الله بوجود الشيخ الدكتور طارق الحواس اللي سعيدين فيه اليوم وجاي تغالي علينا. هو واحد منا. الله يعزكم. هو من أهل الدار والمكان مكانه والقناة قناته. جزاك الله خير. واجعله يسلم دائما ما يقصر معنا في أي شيء. الله يجزاكم خير. يعني بغيناه في استضافة بغيناه في فتوى بغيناه في كل شيء فهو قريب. الله يحرم الأجر. آمين وإياكم. اليوم يوم غير افتتاح الخيمة. نقول بسم الله توكلنا على الله. إن شاء الله أن تكون الخيمة خيمة مباركة. خيمة القرية بوجودكم وبإبداعكم. تسلم ولا هنس. يلا وجهك. معنا الأمور تسهل. بوجودكم وإبداعكم وتميزكم ما شاء الله. يعني الأيام اللي راحت سلمت الأيام اللي راحت يعني لسه ما شاء الله عليكم في الأيام الأولى ومع ذلك مثبتين حضوركم وإبداعكم وكل واحد فيكم يمثل قيمة يمثل قوة. فالله يزيدكم واسع فضل. قول آمين. اللهم آمين. الخيمة راح تكون إن شاء الله غير بوجوه الخير شروى الجميع شروى الشيخ طارق ما عليك سود. راح تكون إن شاء الله منوعة بإذن الحي القيوم فيها يوم الثلاثاء ويوم الخميس إن شاء الله الساعة 9 مساء اليومين ويوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في خيمة وفي فقرات إن شاء الله حلوة راح تقدم. طبعا حنا دائما في كل فقرة خصوصا فقرة الخيمة لأن فيها استضافات مشايخ استضافات إعلاميين لاعبين منشدين شعراء موهوبين. احنا نرحب دائم وابدا باقتراحات الجمهور تواصلهم معنا فهم دائما تاج على الراس. نرحب فيهم دائما باقتراحاتهم لانهم وقود لنا بعد الله سبحانه وتعالى. احيانا ننسى نزل نقصر لكن هم يدفعوننا حتى نتقدم ونبدع ونتميز ولولا الله ثم شعب بدايه العظيم اللي سميناه لانه يستاهل لما استمر هذا التميز واستمر هذا النجاح لان احنا نعرف ان في جمهور خلفنا يدعو لنا في ظهر الغيب لأنه يعرف أن القناة هذه نشأت على خير. قال الله وقال رسوله وجود شباب يقدمون واقع حلو طيب محافظ لا نساء لا موسيقى ما في علم ردي العلم الغانم كله عندكم وبين يديكم. هذا اللي احنا شفناه هذا اللي احنا شفناه الأيام اللي راحت وإن شاء الله راح نشوف أكثر وأكثر خلال الأيام الجاية. ما أدري شو أقول. أنا سعيد فيكم كلكم وإحنا افتتاح الخيمة يعني استاذنا الشيخ والشيخ واحد منا مشاركات طهبلة سعد صدر إنشاد أي نبغى بساط أحمدي نبغاكم تأخذوا راحتكم الخيمة خيمتكم وأنا واحد منكم أنا ماسك الخيمة مشرف عليها لكني واحد منكم. اقتراحاتكم مشاركاتكم كلها على عين على الرأس وتنفذ مو باقتراح اقتراحاتكم أوامر والمحل محلكم وكل شيء لكم نبيه. خذ راحتك. كل موز يا مال. طيب عندنا اثنتين يا ابو عبد الله دائما بسط احمدي. الاوله ابغى محمد عبد الله ينشد لنا الابيات اللي كتبتها يا حبيبي. والابيات والله العظيم ان ما بديت بلا عقب المغرب وعلى عجله ولا الشيخ استاهل اكثر والمشاهدين يستاهلون اكثر واخواني يستاهلون اكثر. كفيت ووفيت يا مال. يلا شباب كلنا بصوت واحد نبغى ابو عزوز ينشدها لنا. ردد معاك يعني. يلا يلا جاهزين نردد البيت الاول بس عقب كل بيتين. يلا يا مرحبا بالليل لفون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل لفون الليله
يا مرحبا بالقاصي وبالدالي تجهزوا والامر ما بحيله تباشروا ترى الوعد قد حالي يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالدالي يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني الليله الليله افتتاح الخيمه تبث خير كل الاوطاني بقياده اللي يالله انك تعينه نصر ولد غامد معين العالي يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فول الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني تلقى بهرجال عظام الشيمه شعار وشيوخ كبار الشاني فنجال دله وشاهية القيمه ودلال بغداد مع الرسلاني يا مرحبا بالليل فول الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني وشبت حطب مغلوب مجلوب مغلى قيمه وانفطحتي تشبع الجوعاني وسوالف وش حلوها وش زينه تونس اللي خاطره زعلاني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني يا مرحبا بالليل فون الليله يا مرحبا بالقاصي وبالداني سلامتكم سلامتكم هذه الاولى شيء سريع هذه الاولى سريع سريع مع الشيخ هذه الاولى الثانيه عند خالد يلا يا خالد بعد الفاصل ايش رايكم بعد الفاصل خلينا نروح فاصل ونرجع ان شاء الله يلا بسم الله جزاك الله خير ما شاء الله Ha